بسم الله الرحمن الرحيم برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة حلقة جديدة مع كورة كل يوم إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة والحلقة كلها كورة النهاردة كان نهاية وختام الدوري المصري اللي يعني بصراحة كان طويل جدا في الموسم الحالي استمر ل 11 شهر من شهر 9 ثلاثة 23 إلى شهر 8 أربعة 24 الحمد لله خلصنا الدوري والسنة كانت صعبة جدا على الكورة المصرية دوري طبعا في مشاكل كتير وفي أزمات كتير وفي تأجيلات كتير ويعني زي ما احنا اتكلمنا كده خلال الفترة اللي فاتت عايزين السنة الجاية بقى إن شاء الله من دلوقتي الناس اللي فشلت إن هي تعمل دوري كويس السنة دي ما تكونش موجودة السنة الجاية عشان نعمل دوري مظبوط الناس اللي فشلت إن هي تعمل دوري مظبوط السنة دي ما تكونش موجودة السنة الجاية عشان يبقى عندنا دوري كويس يتخطط له بقى ويتنظم بشكل كويس وعلى فكرة الموضوع بسيط جدا يعني اللي انت تعمل جدول ومواعيد للدوري 34 أسبوع تبدأ مثلا في نهاية شهر تسعة وتخلص في بداية شهر ستة ده طبيعي جدا وعادي جدا بس بشيء من النظام فيش تأجيلات ما عملش حساب نادي على حساب نادي آخر يبقى فيه تكافؤ فرص اللي بيلعب في أفريقيا يلعب في الدوري ما نأجلش هتلاقي الدوري خلص وتزبط ويبقى فيه نظام فأتمنى عشان الكلام ده بنقوله كتير والواحد بصراحة يعني ايه اتكلمنا في القصة دي كتير ومش هنتعدل او الدوري المصري مش هيبقى دوري فيه تكافؤ فرص ودوري بينتهي وبيبدأ وبينتهي في المواعيد المظبوطة غير لما يبقى فيه ناس تقدر تكون موجودة تعرف تعمل دوري تعرف تعمل جدول تعرف تدير مسابقة فاحنا قلنا الكلام ده كتير وبنقوله تاني عشان السنة الجاية ما نمرش بنفس اللي احنا مرينا بيه السنة دي فنتمنى بقى ان المسؤولين يبقوا فاهمين القصه دي وازاي نقدر نشتغل على الدوري الجديد ونخطط بقى صح للكره المصريه ان الدوري لما يكون بالشكل اللي احنا بنلعب فيه ده لعيبه تعبانه، لعيبه مجهده، لعيبه ما بتستريحش بالاجنده الدوليه بتاعت المنتخبات زي ما شفنا الاولمبياد دخلت في الدوري المفروض الدوري يكون خلصان من بدري يعني قله مستوى المنتخبات الوطنيه بسبب طول الدوري حاجات كتير جدا جدا مش مظبوطه لو الدوري اتظبط هتلاقي كل الدنيا ماشيه مظبوط وهتلاقي مستوى المنتخبات كويس هتلاقي مستوى اللعيب المصري مميز انه بيستريح وبيلعب في الوقت المظبوط والحاجات دي كلها طيب النهارده كان في اربع ماتشات في ختام الدوري المصري اهم الماتشات النهارده هو هي مباراه المصري والاتحاد السكندري المصري قدر يفوز النهارده 2-0 ويحتل المركز الرابع المركز اللي كان كابتن علي ماهر واداره النادي المصري بتشتغل عليه قال لك انا عايز اخد ثالث او رابع في الدوري وفعلا النهارده المصري بعد ما فاز على الاتحاد السكندري خد المركز الرابع بخمسه وخمسين نقطه الاهلي طبعا الاول بيراميدز الثاني الزمالك الثالث بسته وخمسين نقطه الزمالك الاهلي خمسه بيراميدز 79 تسعه وسبعين الزمالك سته وخمسين نقطه والمصري بخمسه وخمسين نقطه ممكن يعني ناخد الجدول كله كده برضو عشان ده الجدول النهائي للمسابقه ان برضو الناس تعرف عقبال ما زملائي في الاعداد يجهزوا لنا الجدول الدوري يبقوا عارفين الترتيب النهائي لكل الفرق وب... وعايز اقول لكم ان الدوري خلص بنفس الترتيب اللي الفرق هتلعب بيه في افريقيا يعني كان في نهايه الدور الاول قال لك الاهلي وبيراميدز دوري ابطال افريقيا اول وثاني الثالث والرابع الزمالك والمصري الدوري خلص بالترتيب ده اللي هو كان اختيار الفرق ال... يعني بس دي بالصدفه يعني اختيار الفرق اللي هتلعب في دوري الابطال والكونفدراليه قال لك الاهلي وبيراميدز ما بين الاول والثاني وكان الثالث والرابع ما بين الزمالك والمصري رغم ان ساعتها كان الزمالك بعيد ولكن كان ليه ماتشات مؤجله لكن الدوري خلص بالترتيبه اللي هم اختاروا بيها الانديه اللي هتشارك في بطولات افريقيا. طيب النهارده زي ما قلت لكم كان اربع ماتشات المصري كسب الاتحاد 2-0 الجونه فاز على المقاولين 1-0 الداخليه والبنك الاهلي تعادلوا 0-0 صفر صفر وتعادل ايجابي ما بين زد وما بين سيراميكا 2 2 في مباراه مثيره الفرقتين انتوا عارفين بيلعبوا كوره حلوه سواء زد او سيراميكا ف يعني مباراه كان فيها اهداف وفيها اثاره رغم ان هم هيلعبوا بعض تاني يوم الاربع اللي جاي في كاس مصر زد وسيراميكا هيلعبوا بعض تاني في كاس مصر يوم الاربع اللي جاي طبعا خلصنا الدوري بقى هنبدا نشتغل في بطوله كاس مصر زي ما قلت لكم الجدول امبارح ان شاء الله بدايه بقى من لقاءات دور ال16 وبعدين هنخش في لقاءات دور الثمانية بإذن الله يعني المفروض الماتشات عشرين واحد 21 دور ال 16 ودور الثمانية 24 دور قبل النهائي سبعة 27 مباراة النهائية يوم ثلاثين أغسطس يعني العشر 10 أيام اللي جايين دول أو التسع أيام اللي جايين دول هيتلعب فيهم مسابقة كأس مصر بعد انتهاء الدوري المصري النهارده. طيب نبدا بقى النهارده كان في قرارات مهمه في النادي الاهلي وزي ما احنا قلنا لكم بالظبط ثلاث ايام الاربع ايام اللي, اللي فاتوا قلت لكم هيتم فيه هيكله تغيير في الهيكله الاداريه كبير في النادي الاهلي، قلت لكم حتى امبارح انا قلت الكلام ده بالاسماء ومن من اربع خمس ايام قلت بالاسماء برضه هيتم تغيير مدير الكوره في النادي الاهلي كابتن خالد بيبو وهيتم تغيير في لجنه التخطيط في النادي الاهلي هيتم تغيير في مناصب كتير في لجنه الكوره وهيتم اضافه عناصر من ابناء النادي الاهلي في اللجان المختلفه ده حصل بالظبط النهاردة طبعا انتوا عارفين يعني القرارات دي متاخدة في النادي الاهلي بس عشان الشكل يبقى حلو وهم الاهلي ما بيحبش يقيل حد او يمشي حد بيبقى الاستقالة من الشخص بس طبعا القرارات متاخدة وبيتقال للشخص استقيل عشان يبقى الاستقالة من عندك يعني فطبعا النهاردة كابتن خالد بيبو قدم استقالته من منصب مدير الكوره وزي ما قلت لكم الفتره اللي فاتت ان مستر كولر طلب من اداره النادي الاهلي قال لهم انا مش عايز منصب اساسا مدير الكوره بس النادي الاهلي عنده سيستم مش مدرب اجنبي اللي هيجي هيغير له السيستم الوظيفي او الهيكله الاداريه في النادي الاهلي ليها سيستم وليها طول عمر النادي الاهلي عنده مدير كوره فالنادي الاهلي يعني كابتن خالد بيبو طبعا بنحييه وبنشكر الراجل اجتهد واشتغل وعلى فكره خالد بيبو طالع من الباب الكبير يعني ايه طالع من الباب الكبير يعني النادي الاهلي السنه دي واخد كل البطولات واخد افريقيا واخد الدوري واخد ولعب كاس عالم ونجح وعمل بطولات مميزه جدا جدا النادي الاهلي وخد كاس مصر وخد يعني كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت وخد السوبر واخد بطولات كتير جدا فكابتن خالد بيبو ما قصرش ولكن هي بتبقى مدير الفني ليه رؤيه ما ما مش مستظرف كابتن خالد بيبو وما بيحبش هو اساسا منصب مدير الكوره انتوا عارفين في اوروبا ما بيبقاش في منصب مدير الكوره بتبقى حاجه اسمها مدير رياضي وما بيقعدش على الدكه وبيبقى المدير الرياضي بيشارك مع اداره النادي في التخطيط لفريق كره القدم او قطاع كره القدم فالنهارده النادي الاهلي او كابتن خالد بيبو قدم استقالته وتم تعيين الكابتن سامي قمصان كقائم باعمال مدير الكوره يعني برضو النادي الاهلي فيه اسماء كتير اتطرحت ولكن هم اعتقد هيبقى في كلام مع مستر كولر لما يجي ممكن على فكره يعني لو الاهلي ما جابش مدير كوره ممكن كابتن سامي قمصان يكمل بالقصه دي يعني يبقى مدرب عام وقائم باعمال مدير الكوره اللي ممكن كولر مستريح لسامي قمصان فيبقى سامي قمصان مدير الكوره وايضا او قائم باعمال مدير الكوره وايضا مدرب داخل الفريق كمان كابتن محسن صالح تقدم باستقالته من لجنه التخطيط ولجنه التخطيط في الاهلي هتبقى اسمها لجنه الكوره وتم يعني تعيين الكابتن مختار مختار طبعا نجم النادي الاهلي السابق رئيسا للجنه التخطيط او رئيسا للجنه الكوره هتبقى يعني وهيتم هيتم ضم كمان الكابتن محمد رمضان نجم النادي الاهلي السابق لعضويه اللجنه بجانب طبعا كابتن زكريا ناصف هيستمر وكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره برضه هيستمر في لجنه التخطيط او لجنه الكوره خلال الفتره القادمه دي القرارات اللي كانت موجوده وكنا احنا قلنا لكم على موضوع الاستاذ خالد جوادي المتركم بتاع مستر كولر برضو يعني نادي الاهلي كان يعني انا بحب اقولها لكم كده يعني قال له استقيل او قال له احنا خلاص يعني العلاقه العمليه انتهت ما بين الاهلي وخالد الجوادي فخالد الجوادي تقدم باستقالته وتم قبول الاستقاله زي ما انتم شايفين يعني الكلام اللي احنا قلناه كله خلال الايام اللي فاتت بيتحقق النهارده بشكل رسمي من اداره النادي الاهلي. الاهلي بيرهن الموافقه على اعاره حمزه علاء بالمركات الصيفي بتمديد العقد. حمزه علاء قعده وهيخلص مع الاهلي فالاهلي عايز يمدد عقد حمزه علاء وبعدين يوافق له بقى على الاعاره خارج النادي الاهلي. احمد عبد القادر كمان وصل قطر استعدادا للتوقيع لنادي قطر القطري عشان يلعب اعاره لمده موسم مع النادي القطري وعلى طول اول ما يعني بكره على طول احمد هيخلص احمد عبد القادر هيخلص الاجراءات بتاعه التعاقد وهيشارك مع نادي قطر القطري على طول في الدوري القطري بسرعه ان هم مستعجلين جدا جدا جدا. كولر يعود الى القاهره يوم 1 سبتمبر كولر اجازته هتخلص وهيرجع القاهره 1 سبتمبر ويبدأ يستعد مع النادي الأهلي لمباراة يعني أول ارتباط للنادي الأهلي هيبقى في بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا يوم 13/9 جولة في دوري أبطال أفريقيا وأيضا مباراة الزمالك والأهلي بقى في السوبر الأفريقي اللي هتكون يوم 27/9 بإذن الله في السعودية بإذن الله أقول لكم برضه خبر كمان على الأهلي بسرعة النادي الأهلي بعد ما محمد عبد المنعم خلاص هيروح نادي نيس الفرنسي النادي الأهلي مخطط إن هو يجيب مدافع أجنبي مدافع اجنبي مستر كولر قال له انا عايز مدافع اجنبي ففي اشرف داري اللي احنا كنا قلنا عليه من من يومين ثلاثه اللي هو لاعب ستيد الفرنسي او مدافع تونسي يعني النادي الاهلي هيجيب مدافع اجنبي وبرضه إيه لو لو النادي الاهلي جاب مدافع اجنبي ونجح أنه هو يتعاقد مع مدافع اجنبي قوي في النادي الاهلي هيبدا يدور على مهاجم انه برضه الاهلي عايز مهاجم اجنبي هيبدا يدور على مهاجم فلسطيني كده شبه شويه وسام ابو علي عشان يتفادى موضوع الاجانب يعني يعني عشان العدد الاجانب في النادي الاهلي وإلا بقى لو بيرسي تاو مشي او خلاص يعني جاله عرض والنادي الاهلي قبل العرض فهيجيبوا مهاجم اجنبي برضو خلال الفتره القادمه عشان عدد الاجانب انتوا عارفين في الاهلي دلوقتي خمسه ببيرسي تاو لو بيرسي تاو مشي هيقدر النادي الاهلي يتعاقد مع مهاجم اجنبي بقى باي جنسيه مفيش مشكله وبرضو الناس هتسال تقول يا كريم طب ما انت قلت قندوسي هيمشي النادي الاهلي برضه حاطط في حساباته ان قندوسي الاهلي هيطلعه بقى اعاره او بيع خلال الفتره القادمه بس خلي بالكم الوقت ضيق الوقت ضيق بالنسبه للدوريات الاخرى، الدوريات في اوروبا وفي الدول العربيه ان القوائم او القيد هيقفل في 30 او 31 اغسطس احنا لسه عندنا في مصر عشان لسه مخلصين الدوري فالقيد عندنا ممتده بس عشان لعيب يطلع بره مصر ويلعب في دوريات اوروبيه او دوريات عربيه القيد عندهم هيقفل في نهاية شهر أغسطس فالأهلي لو عايز يبيع لعيبة أو يعرض لعيبة لازم يتصرف في اللعيبة دي خلال الفترة القادمة كهربا المسؤولين في النادي الأهلي عرضوا عليه العرض بتاع نادي زد إن نادي زد عايز يتعاقد مع كهربا كهربا رفض وقال لك أنا يا إما هروح عرض خليجي يا إما هبقى في النادي الأهلي أنا مش عايز ألعب في مصر غير في النادي الأهلي ده كان كلام كهربا مع إدارة الأهلي قال لهم أنا لا مش عايز أروح زد مش عايز أروح أندية مصرية انا لو همشي هطلع لعرض خليجي او نادي خليجي لو ما لقيتش نادي خليجي انا هستمر في النادي الاهلي ده كان كلام كهرب طيب نروح للزمالك الاداره في الزمالك متضايقين جدا من مستر جوميز مدرب البرتغالي ليه ان مستر جوميز ادى اجازه ل 11 او 12 لعيب من لعيبه نادي الزمالك الاساسيين والزمالك مقبل على بطولة كاس مصر الزمالك السنة دي ما خدش بطولات غير الكونفدرالية بطولات المحلية ما خدش بطولات محلية فالزمالك كان عايز إدارة الزمالك يعني عايزة تنافس على أه تنافس على بطولة الكاس فمستر جوميز ادى يعني أجازة لكل اللعيبة الأساسيين يعني المتبقي بس زياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وشيكابالا وسامسون وناصر منسي دول المتبقيين لكن الباقيين الباقيين كلهم في أجازة فإدارة الزمالك متخوفة ان ان الزمالك يخسر في كاس مصر ففي حاله غضب شديده جدا جدا من اداره الزمالك ضد جوميز حتى اداره الزمالك آه بعد ما جوميز سافر للبرتغال عشان يقضي اجازته الاداره اتكلمت مع كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره أنه هو يحاول يتصل باللعيبه يرجعهم اللعيبه بقى عبد الله السعيد واللعيبه الاساسيه يعني وحمزه المسلوسي وسيف الجزير اللعيبه الأساسية في نادي الزمالك فكابتن عبد الواحد السيد كلم بعض اللعيب في بعض اللعيبة قالت لك لا احنا خلاص سافرنا ودخلنا الإجازة بناء على الكلام بتاع جوميز وفي لعيبة تانية قافلة تليفوناتها فإدارة الزمالك مستاءة جدا من إن جوميز إدى إجازة للاعيبة الزمالك والزمالك عنده ماتش مهم في كأس مصر والزمالك إدارة الزمالك عايزة تنافس على بطولة كأس مصر لكن اللعيبة المتبقية زياد كمال محمد شحات حسام عبد المجيد شيكابالا سامسون وناصر منسي دول اللعيبه الكبار فقط اللي موجودين دلوقتي مع نادي الزمالك والباقي كله في اجازه النهارده زيزو عمل جلسه احمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك عمل جلسه مع بعض اعضاء مجلس الاداره والدكتور حسام المندوه امين الصندوق في نادي الزمالك يعني زيزو اتكلم مع الاداره قال لهم انا عايز اقعد انا 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 ما عنديش مشكله انا عايز اقعد في نادي الزمالك بس جددوا لي وقال لهم انا ما طلبتش مين اللي قال ان انا طلبت 100 مليون جنيه انا ما طلبتش الكلام ده انا عايز عقد كويس وانا اجدد في نادي الزمالك ما عنديش مشكله والراجل اب ده قال لك يعني في كلام بيتكتب عني وان انا مش عارف طلبت فلوس والكلام ده فيعني قال لاداره الزمالك اطلعوا اتكلموا قولوا للناس انا ما طلبتش كده انا عايز اجدد في نادي الزمالك بس عايز عرض يليق وما اتكلمتش خالص في 100 مليون بس طبعا النهارده كان زيزو المفروض يقعد مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ولكن كابتن حسين لبيب كان يعني النهارده قالوا لي اللي هو كان تعبان شويه واعتذر عن الحضور للنادي زيزو قعد مع رامي نصوح عضو مجلس الاداره ونيره الاحمر ودكتور حسام المندوه امين الصندوق ولسه هيبقى في جلسه تانية خلال برضو الساعات القادمه عشان يعني يشوفوا هيعملوا ايه في قصه زيزو لغايه دلوقتي ما فيش يعني العروض اللي كانت معروضه على نادي الزمالك من نادي نيوم السعودي والنادي العربي السعودي خلاص العروض دي اختفت حتى قال له يعني في كلام طلع ان النادي العربي القطري بعت عرض جديد لنادي الزمالك عشان ياخد زيزو باربعة مليون دولار ولا اربعة مليون يورو ويديهم كمان يعني النادي العربي القطري يدي الزمالك عمر السومه المهاجم السوري ولكن الكلام ده ده كان في العرض القديم مش 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 عرض جديد يعني وحتى عرفت ان اداره الزمالك بدات تتفاوض مع اداره العرب القطري بعيدا عن زيزو ان هم ياخدوا عمر السومه المهاجم يقدروا ياخدوه يجيبوه نادي الزمالك حتى اعاره لمدة موسم دي يعني بعض الاخبار من داخل نادي الزمالك والنهارده كان في وفد من نادي الزمالك توجه لاسكندريه لتقديم العزاء في ضحيه طبعا الحادثه بتاعت احمد فتوح طبعا احنا كمان بنقدم واجب العزاء لاسره السيد احمد السيد الشبكي امين الشرطه اللي توفى في الحادثه ويعني ربنا يغفر له ويرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته النهارده كان في وفد من نادي الزمالك راحوا طبعا يعني حضروا قدموا واجب العزاء طبعا هو هيبقى في تصالح مع اسره المتوفي طبعا وربنا يسترها كده علينا جميعا وبنقول لهم طبعا البقاء لله لسه برضو موضوع اشرف بن شرقي شغال وكان الزمالك قدم له عرض مليون دولار ويعني مستنين برضو اداره الزمالك تحسم بعض الملفات خلال الفتره او الساعات القليله القادمه الزمالك هيحسم قصة أشرف بن شرقي وتجديد زيزو دول يعتبروا أهم ملفين وبرضو الملف بتاع القيد فك القيد ده برضو ملف مهم جدا بالنسبة لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية عشان يقدر يأيد ويشتري ويعمل صفقات نادي السوحلي الليبي بيعلن التعاقد مع محمود علاء فاكرين من حوالي ثلاث أسابيع كده أو شهر أنا قلت لكم محمود علاء هيروح الدوري الليبي مع نادي السوحلي النهارده نادي السوحلي اعلن بشكل رسمي ضم محمود علاء ليه ليه الانديه بتتاخر عشان احنا الدوري بتاعنا لسه خلصان النهارده فبيبقى اللعيب مرتبط بالنادي حتى اخر مباراه في الدوري فاول ما الدوري بيخلص بنبدا بقى ايه نعلم الانديه بقى تبدا تعلن تعاقدنا مع فلان تعاقدنا فتم الاعلان اهو عن التعاقد مع محمود علاء لنادي السويحلي الليبي نتمنى له التوفيق محمود من اللعيبه المميزه والمدافعين المميزين جدا 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 هنطلع فاصل وهنرجع نكمل اخبارنا النهارده فوز بيراميدز على بطل زنزبار 6-0 في مباراة الذهاب في دور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا هنتفرج على الأهداف هنتفرج على ملخصات الماتشات النهاردة ونكمل أخبارنا بعد الفاصل إن شاء الله نرجع تاني مع بعض ونكمل بعض الأخبار كده السريعة قبل ما نروح نتفرج على الماتشات ونشوف أهداف بيراميدز النهارده كمان في دوري أبطال أفريقيا مع بطل زنزبار والفوز الكبير اللي حققه بيراميدز في بداية مشواره في دوري الأبطال حسام أشرف لاعب نادي الزمالك اللي كان معار لنادي البلدية ومن هدافين الدوري الممتاز جا له عروض كتير من أندية خارجية من أندية محلية وحسام لعيب كويس جدا ومن اللعيبة المميزة واللي كمان ثبت نفسه السنه دي في بطوله الدوري مع فريق البلديه رغم البلديه مش من الفرق القويه في الدوري ولكن قدر يسجل 14 او 15 هدف حسام اشرف وده اللي خلى نادي الزمالك يرجعه ان هو كان رايح اعاره من الزمالك للبلديه فرجع نادي الزمالك وجاي له عروض بقى من الوداد المغربي من اتحاد العاصمه في كلام هنا في مصر في بعض الانديه عايزين يتعاقدوا مع حسام اشرف وهو فعلا من الخامات المميزه خلي بالكم حسام اشرف سنه سن المنتخب الاولمبي 2001 وكان من اللعيبه اللي انا كنت مستغرب جدا اللي ما كانش بينضم للمنتخب الاولمبي ما كنتش عارف بصراحه ايه السبب يعني دي النقطه اللي انا كنت دايما بنتقد فيها شويه مستر ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي ان حسام اشرف لعيب كويس ومهاجم مميز واحنا كمان في منتخب مصر ما كانش عندنا غير اسامه فيصل فكان من وجهه نظري يعني كان حسام اشرف يستحق انه يكون موجود في المنتخب الاولمبي نتمنى لحسام التوفيق وحسام هيرجع الزمالك وهنشوف بقى الزمالك هيبقي حي... عليه ولا عنده عروض خارجيه او داخليه بقى حسام ينتقل اليها يعني بس عنده عروض كتير حسام اشرف المصري كمان طبعا بنهاني النادي المصري النهارده بعد حصوله على المركز الرابع ويستحق النادي المصري بصراحه السنه دي فرقه منظمه جدا فرقه مميزه جدا كابتن علي ماهر من المدربين المميزين واصبح من المدربين الكبار في الدوري المصري فيستحقوا بصراحه ان هم يكونوا موجودين في المربع ده بحي وببارك للنادي المصري بعد فوزه على الاتحاد السكندري النهارده وحصوله على المركز الرابع، كمان مجلس الاداره بقى برئاسه مستر كامل ابو علي بداوا يعني يخلصوا مشكله ايقاف القيد، انتوا عارفين ان النادي المصري القيد موقوف ان كان في رامي بداوي او رامي البدوي اللاعب التونسي كان ليه مستحقات وكان عامل شكوى فكان الاتحاد الدولي موقف القيد، فالمصري سدد باقي مستحقات رامي البداوي حوالي 260 ألف دولار وكان مسدد قبل كده برضو. 260 ألف دولار يعني سدد الخمسين في البيع اللي كانوا متبقيين عشان يعني يتم فك القيد وخلص عملوا إجراءات التحويل في النادي المصري للاعب التونسي عشان يدفعوا له مستحقاته ال 260 ألف دولار وخلال يعني إن شاء الله يوم أو يومين النادي المصري القيد هيتفك ويقدر المصري يتعاقد مع لعيبه المصري برضو كابتن علي ماهر اللي انا عرفته عايز يتعاقد مع حوالي من ستة ل 8 لعيبه في الموسم القادم عشان المصري عنده كونفدراليه وعشان المصري نافس في بطوله الدوري والبطولات المحليه في الفتره القادمه ان شاء الله النادي البنك الاهلي كمان النهارده برئاسه اللي هو اشرف نصار عمل صفقه جديده لنادي البنك الاهلي وضم هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري الظهير الايمن لنادي الاتحاد السكندري كابتن اللي هو اشرف نصار اهو مع هشام صلاح لاعب نادي البنك الاهلي والتعاقد لمده اربع مواسم هشام برضه من اللعيبة المميزة وكان انضم لمنتخب مصر أكتر من مرة أيام مستر فيتوريا فخلاص أصبح لاعب في نادي البنك العقد وخلص مع الاتحاد وأصبح لاعب في نادي البنك الأهلي لمدة أربع مواسم قادمة إن شاء الله نتمنى له التوفيق هشام صلاح ونتمنى التوفيق لنادي البنك الأهلي إن شاء الله اتحاد الكرة بيستقر على إقامة السوبر المصري في الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر اللي جايين يعني في شهر أكتوبر تم تغيير الميعاد كانوا عايزين يعملوا الميعاد في شهر تسعه ولكن خلاص بقى عشان طبعا الموسم الجديد والدوري الجديد وكده هنشوف احنا القصه دي هتمشي ازاي بالنسبه للدوري الجديد اللي انا مش هسكت في القصه دي بصراحه عايز السنه الجايه يبقى موسم منظم مش حن مش حن مش هنمر بالتجربه بتاعت السنه دي تانية. اتحاد الكوره انا كل ما بسمع سيره النظام الدوري بتنرفز بصراحه. اتحاد الكوره بيستقر على اقامه السوبر المصري في الفتره من 18 الى 1 و 20 اكتوبر ان شاء الله ويعني انتوا عارفين النظام السوبر المصري بقى اربع فرق بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطه وفرقه من ترشيح رابطه الانديه بقى ممكن يبقى تاني الدوري تاني الكاس حسب الفرق اللي هتكسب الاهلي طبعا بطل الدوري هيشارك سيراميكا بطل كاس الرابطه هيشارك هنشوف بقى مين بطل الكاس وهنشوف مين الفريق الرابع اللي هيتم ضمه لبطوله السوبر لكن خلاص في فرقتين ضمنوا المشاركه في الكاس السوبر القادم السوبر المصري في الامارات ان شاء الله والكاس السوبر الاهلي وسيراميكا دول الفرقتين الاهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كاس الرابطه نادي الاسماعيلي برضو السنه الجايه او الموسم ده هيمشي عدد كبير جدا من اللعيبه حوالي تسعة لعيبه في لعيبه خلاص عقودها خلصت زي محمد هاشم ومحمد مخلوف ومحمد دسوقي ومحمد فوزي حارس المرمى وعصام صبحي عقودهم انتهت والاسماعيلي ما جددش معاهم او ما عرفش يجدد معاهم وفي منهم بعض اللعيبه آه خلاص عملت عقود مع انديه اخرى وفي بعض اللعيبه برضو هتمشي من النادي الاسماعيلي احمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسي وكريم عرفات عارته هتنتهي وهيرجع الى نادي مودرن سبورت الاسماعيلي عايز لعيبه كتير الفتره الجايه الواحد دايما بيزعل على الاسماعيلي ان كل سنه بيمشي منه عدد كبير جدا عدد كبير جدا ويمكن كمان في كلام على نجوم الفريق بقى في كلام على عبد الرحمن مجدي ان هو ينتقل لبيراميدز في او او الزمالك في كلام على عمر الساعي يعني لعيبه مهمه كل سنه الاسماعيلي بيطلع لعيبه بس بيبيعهم على طول فالفرقه بتضعف تاني فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل كل ده عشان طبعا الازمات الماليه ويبقى النادي الاسماعيلي يجي له موارد من بيع اللعيبه موارد ماليه من بيع اللعيبه الاتحاد الدولي بيختار شاهين المغربي للمشاركه شاهين المغربي الحكمه المصريه هتشارك ان شاء الله في كاس العالم للسيدات تحت 20 سنه اللي هتقام في كولومبيا البطوله هتقام في كولومبيا في من فتره من 31 اغسطس الى 22 سبتمبر القادم مبروك طبعا لشهنده المغربي نتمنى لها التوفيق ان شاء الله في كاس العالم تحت 20 سنه كاس العالم للسيدات يعني او للانسات بقى الاتحاد برضو الدولي بيختار يارا عاطف الحكمة المصرية برضو لإدارة مباريات كاس العالم للسيدات تحت 17 سنة اللي هتقام في الدومينيكان إن شاء الله عندنا منتخب مصر للجودو بيفوز بلقب البطوله الافريقيه للشباب والشابات في الكاميرون منتخب مصر للجودو للشباب والشابات بمشاركه 17 دوله حصدنا المركز الاول البطوله مقامه في الكاميرون يا ويندي مبروك طبعا لمنتخب الشباب والشابات في الجودي في الجودو اللي هو الرجال والبنات يعني محمد النني لعب النهارده اول مباراه ليه مع نادي الجزيره الاماراتي نادي بقى الجديد في بطولة كأس الرابطة وكان بيلعب ضد نادي الجزيرة ضد نادي البطائح في 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 كأس الرابطة في الإمارات وفاز الجزيرة 3-1 ومحمد النني النهارده خد أحسن لاعب في المباراة في أول مشاركة ليه مع نادي الجزيرة في الإمارات مبروك للنني النني لعيب كبير وجاي من الأرسنال خبرات كبيرة جدا وتألق كمان مع المنتخب الأولمبي فيعني بنبارك للنني والنني هينجح بشكل كبير جدا مع نادي الجزيرة في الدوري الاماراتي نتمنى له كل التوفيق وكمان نني شخصية محترمة قائد يعني حاجة حاجة جميلة جدا يعني. طيب اه خلينا نروح نتفرج على اهداف فوز بيراميدز النهارده على بطل زنزبار في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا فوز كان كبير النهارده 6-0 مبروك للمصري وهارد لاك نادي الاتحاد ومبروك للنادي المصري كمان المركز الرابع في بطولة الدوري وان شاء الله بالتوفيق في الموسم القادم في الكونفدرالية باذن الله. طيب اه نطلع فاصل ونرجع نكمل ماتشاتنا النهارده مع كوره كل يوم بعد الفاصل ان شاء الله خلينا نروح للمباراه الثانيه النهارده وزي ما اتفقنا ده ختام الدوري خلاص يعني ده اخر ماتشات في الدوري النهارده ومباراه كانت مباراه ثانيه مباراه حلوه مباراه مثيره والحلاوه فيها ان هم الفرقتين برضو ايه بعض كمان ثلاث ايام زد وسيراميكا برضو كابتن طلعت محرم برضو بيدي فرص عشان السنه الجايه بقى بالنسبه لنادي المقاولين ان في لعيبه كتير هتمشي من المقاولين ويمكن نادي المقاولين برضو هي... هيعتمد على مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الناشئين والشباب السنة الجاية في دوري المحترفين، لازم مقاولين العرب برضه يعمل يعني فرقة كويسة السنة الجاية عشان يقدر يصعد بسرعة للدوري الممتاز زي ما قلت لكم دوري المحترفين صعب جدا السنة الجاية كل الأندية بتتعاقد وبتقوي نفسها فهتبقى المنافسة شرسة جدا في دوري المحترفين في الموسم القادم، وخلي بالكم السنة الجاية بيصعد أول ثلاثة من دوري المحترفين بيصعد ثلاثة مباشرة إلى الدوري الممتاز إن شاء الله، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نشوف مباراة البنك الأهلي والداخلية اللي انتهت بالتعادل السلبي النهاردة صفر صفر ونشوف الجدول النهائي للدوري المصري ترتيب النهائي بقى بعد انتهاء الدوري ونديكم شوية حاجات كده نتائج الدوري الإنجليزي النهاردة كان في لقاءات في الدوري الإنجليزي كل الكلام ده بعد الفاصل إن شاء الله المباراه الاخيره النهارده معانا وهي مباراه داخليه والبنك الاهلي التعادل السلبي 0-0 في ملعب بيترو سبورت بانك. انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0 وده الترتيب بقى النهائي للدوري المصري السنه دي بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الدوري خلص <applause> الاهلي في المركز الاول ب 85 نقطه والبطوله رقم 44 للاهلي بيراميدز الوصيف في المركز الثاني ب 79 نقطه الزمالك الثالث 56 نقطه المصري الرابع 55 نقطه ومودرن سبورت وسموحه فرقتين محترمين بصراحه السنه دي يعني عملوا شغل كويس كابتن طلعت يوسف وكابتن احمد سامي 54 وخمسين نقطه الخامس والسادس سموحه المركز السابع زد برضو فرقه مميزه جدا واول سنه دوري ممتاز عملوا برضو شغل كويس كابتن مجدي عبد العاطي وكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره 51 وخمسين نقطه زد سيراميكا الثامن فرقه محترمه جدا بس كانت ممكن تقدر تاخد مركز احسن من كده بس هو طبعا كابتن ايمن الرمادي وفريق سيراميكا كسبوا السنه دي كاس الرابطه امبي في المركز التاسع 45 نقطه برضو بشباب وناشئين نادي امبي كابتن سيد ياسين واداره نادي امبي برضو عملوا موسم كويس طلع الجيش المركز العاشر 42 نقطه برضو موسم كويس لطلائع الجيش مش وحش الاتحاد السكندري بقى الدور الاول كان ماشي كويس مع كابتن طارق العشري وبعدين نتائج تراجعت في الدور الثاني وحصل تغيير في الجهاز الفني 41 نقطه وزي ما قلت لكم تولي بابا فاسيليو مهمة تدريب نادي الاتحاد في الموسم القادم الجونه في المركز ال12 39 نقطه برضو موسم جيد لنادي الجونه انا بتكلم حسب امكانيات كل نادي خلي بالكم يا جماعه يعني انا بقيم كده امكانيات كل نادي وبقول المركز يعني على فكره كويس المركز ال12 للجونه فرقه جديده وكابتن علاء عبد العال عامل فرقه جديده انا شايف ان ماشيين بشكل كويس جدا يعني مركز كويس مش وحش بنك الاهلي المركز ال 13 36 نقطه طبعا انا كنت مسؤول في نادي البنك الاهلي كمدير كوره وبرضو انا بقول البنك الاهلي دايما بال... بالامكانيات اللي موجوده واللاعبين والاداره يقدر ياخد مراكز متقدمه وينافس على المربع الذهبي اتمنى ان شاء الله السنه الجايه نادي البنك الاهلي يعني يكون موجود كده في ان شاء الله في المقدمه انه فرقه ونادي عندهم امكانيات كبيره جدا بس عايزين شيء من التركيز اكتر لعيبه البنك الاهلي الاسماعيلي طبعا ظروف صعبه وكابتن ايهاب جلال عمل فرقه جديده من من الناشئين والشباب فبحييه وده مش مكان الاسماعيلي انا عارف بس يعني اقول ايه ان الاسماعيلي بالظروف اللي هو بيتعرض لها انا شايف ان يعني كابتن ايهاب جلال بطل مدير الفن للنادي الاسماعيلي بطل عمل فرقه وطلع ناشئين وباع لعيبه يعني اياد العسقلاني متباع برقم كبير دلوقتي ناس عايزه عبد الرحمن مجدي وعايزه عمر الساعي ولعبت الاسماعيلي كلهم فانا شايف اه الاسماعيلي طبعا فرقه كبيره وفريق بطل بس الظروف اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي انا شايف ان ان كابتن ايهاب جلال نجح إنه يعمل فرقه للنادي الاسماعيلي فاركو برده كانت من الفرق المرشحه للهبوط واحمد خطاب المدير الفني وجون والاداره يعني عملوا شغل كويس في الجزء الاخير من الدوري وقدر يبقى فريق فرقه في الدوري 33 نقطه المركز ال 15 وبعد كده طبعا الثلاث فرق اللي هبطوا بقى بلديه المحل هارد لك طبعا والناس حاولت واجتهدت ولكن برضه الدور التاني كانت النتائج سلبيه شويه مقاولين العرب لا موسم وحش للمقاولين العرب عشان نبقى محقين يعني الداخليه امكانيات ماليه ضعيفه و يعني فريق كان متذبذب وحصل تغييرات كتير في الجهاز الفني شويه افضل فتره كانت الفتره بتاعه كابتن عيد مريزي في الاخر بس الراجل ما لحقش يعني ما لحقش يعمل حاجه ان كانت الامور بعدت خلاص بالنسبه لنادي الداخليه فده كان الدوري المصري السنه دي الحمد لله الحمد لله يا رب الدوري خلص <applause> ما خدناش اجازات خالص السنه دي لكن لسه مستمرين الموسم شغال لسه عندنا كاس مصر الموسم السنه دي مش هيخلص خلاص الدوري خلص هن هناخد الكاس لغايه يوم 30 اغسطس وبعدين نخش في المنتخب المصري تصفيات افريقيا عندنا ماتشين اعتقد مع بوتسوانا والراس الاخضر في الفتره من 2 الى 10 سبتمبر هنخلص نخش في دوري ابطال افريقيا الاهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في الكونفدراليه نخلص نخش في السوبر المصري نخلص نخش في الدوري الجديد ومنتخب مصر كمان عنده ماتشات طيب عايز اقول لكم حاجه بس بسرعه قبل ما اختم انتوا عارفين الاهلي هيلعب في الدور ال 32 في دوري ابطال افريقيا في 13 13 او 14 او 15 سبتمبر الاهلي هيلعب مع الفائز من نادي المريخ جوبا مريخ جوبا اللي هو المريخ جوبا بتاع جنوب السودان مع جورماهيا الكيني والنهارده المريخ جوبا كسب جورماهيا الكيني 1-0 الاهلي هيلعب مع الكسبان منهم مريخ جوبا جنوب السودان وجورماهيا الكيني بس جورماهيا الكيني على ملعبه ممكن يعدي مريخ جوبا جنوب السودان آه كمان آه بيراميدز مستني الكسبان من عزام يونايتد بطل تنزانيا والجيش الرواندي. النهارده عزام يونايتد بطل تنزانيا كسب 1-0 في تنزانيا بس طبعا لسه ماتشات العوده يعني. دي الفرق اللي هتواجه الاهلي وبيراميدز في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا فحبيت اقول لكم بس النتائج بتاعتهم النهارده. الوقت خلص كده يا وليد خلاص ولا ناخد حاجه في الدوري الانجليزي؟ بكره بقى، بكره ناخد اقول لكم اخبار الدوري الانجليزي وبدايه الدوري الاسباني النهارده. الوقت خلاص خلص بينا وجري بينا. بكره ان شاء الله نقول لكم كل النتائج بقى في الدوريات الاوروبيه اللي بدات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني حتى الان بشكركم بشكر كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله